شريت ايفون 14 برو ماكس نسخه 1 تيرا ب 3600، زعما كاينه منها. انا نقول محال، وانتم على بالي حتى انتم بلي راكم تقولوا بلي انيس راهو يخرط، وانا نزيد نقول لكم الخوا بلي هذا شريته ب 3600. انا عميه سلكتو ب 3600 ومانيش نكذب عليكم، بالدولار 150 دولار، مع العلم انه في الاصل مع على بالنا ايفون 14 برو ماكس خاصه نسخه 1 تيرا دير 1500 دولار، انا 150 دولار يعني اقل ب 10 اضعاف، ومع العلم اني شريته من هنا من الجزائر. ونقول لكم من الاول انه هذا الايفون ماهوش ايفون اصلي، هذا ايفون كوبي ولا مقلد، وهذا درس ليك باش كي تروح تشري وتلقى السعر ماهوش معقول، خاصه طايح بزاف لازمك تفيق وتعرف باللي راحين يتحايلوا عليك. بالجمعه اللي فات جاني واحد باعوا له جالاكسي اس 22 الترا وهو كوبي، سقسيته بقداه قال لي حسبوه لي ب 5 ملايين و800، مع العلم انه الاصلي تاع الاس 22 الترا يدير 20 مليون، هو شراه ب 5 ملايين و800، يعني لازم نفيقوا شويه. ومع العلم انه هاد الهواتف الكوبي ما تستاهلش حتى مليون، ودوك الشيء كامل نعرفوه في الفيديو هذا. وكي نقول لك هاتف كوبي كيما هذا مثلا، حكايته مش كيما رينو لا لا، هذا حكايته واحدة أخرى. رينوفي معناها معاد التصنيع، فيه بياسة ولا بياسات معاودين، ممكن تكون بياسات أصلية وممكن لا، وممكن تكون معاودته نفس الشركة، مثلا آيفون كيما هذا مثلا نقوله رينوفي تقدر تكون معاودته نفس الشركة، الشركة الأم، وكي تكون معاودته شركة راهي تبين لنا يعني ما فيهاش إشكال. وكاين نسخ واحد أخرين رينوفي على برا، يعني معاودين من جهة أطراف غير معروفة، هذه حكاية رينوفي. بصح الكوبي الخواء راهم كارثة. ايفون 14 كوبي معناها ايفون شكلا برك ماهوش اصلا ايفون، وماهيش ابل اللي خدمته، وما عندوش ماركة، وما على بالكش حتى شكون اللي خدموه، والهواتف هادو المقلدة مجهولة الهوية. انعميه سما هكا رانا فرقنا بين كوبي ورينوفي، وصدقوني راح تديو معلومات بزاف مفيدة من هاد الفيديو. انا صح طيشت دراهمي في هاد التليفون، وهاد الشيء غير باش نفيدكم انتوما، هذا مكان يعني ماشي خسارة فيكم، وانتوما الخاوم عليكم غير ديروا جيم للفيديو، اذا حبيتوا انشروا الفيديو، على الاقل هزوا المقاطع اللي تشوفوها مفيده من كل فيديو انشروها لاش تطيشوها في تيك توك كيما نقولوا، على مثلا كون نروحوا نحكيوا في موضوع تافه ولا نديروا حاجه جايحه كامل نروحوا نبارطاجيوها. مالا الخاو كي تشوفوا حاجه مفيده راح تفيد خاوتكم حتى نتوما، بارطاجيوها باش تعم الفائده، لانه كاين بزاف ناس قاعده تتخدع خاصه في الموضوع هذا تاع الكوبي والرينوفي. وحاب نقول لكم ثاني بلي الكوبي فيه عده انواع، قادر تلقى 20 موديل يشبه هذا، واللي يقول لك هاي كوبي وسوبر كوبي راهم كامل خرطي، يعني راهم كامل ما همش اصليين ويبقاو كوبي كامل. وانا حاول جبت لكم اكثر نوع يشبه للايفون الاصلي في الشكل، راني نقول في الشكل، وهاي ليكم العلبه تاع الايفون 14 مخدومه كيما تاع الاصلي، بصح ما تتفتحش كيفها برك، ومكتوب فيها كيما الاصلي، والسعه تاع التليفون 1 تيرا. شوف يا سيدي ما حشمش وقال 1 تيرا، يعني كي تقرا هنا تلقاها مكتوبه 1 تيرا، كون على الاقل حشم هذا اللي خدموه وكتب لنا 128 جيجا على الاقل، ماشي 1000 جيجا ولا 1 تيرا. وفي الحقيقه مش كيما مكتوبه هنا، التليفون هذا الخواء فيه في الحقيقة 64 جيجا والرام 3 جيجا، والتليفون مخدوم بمواد تصنيع مختلفة، فيها حوايج كارثة وفيها حوايج مقبولين. الكوارث مثلا في إطار الكاميرات اللي بالبلاستيك، وحتى الحلقات ولا كيما نقولوا الكاروات تاع العدسات مخدومين بالبلاستيك، وهذه حاجة تلقاها في الخرد برك، وأصلا تمشي كاميرا واحدة باكم بعد نشوفوها. والفريم الخواء ولا الحواف هذو تاع التليفون ما تصدقونيش كون نقول لكم مخدومين بالمعدن، يعني كما راكم تشوفوا هنا حواف معدنية صح، وحتى ظهر الزجاج وفيه الزر اللي كاين في الايفونات اللي كيطلعوا يولي صوني، وكي تهبطوا يولي فيبري برك، والزر يخدم بصح لازم تطلعوا مليح خطاكش يطلع معوج، يعني المهم النية كينوا يخدم هذا مكان. والوزن تاع التليفون الخوا فوق ال 200 غرام تقريبا كيما الوزن تاع الاصلي، والخلفيه كي تقابلها ليك تبان رماديه حتى تميلها، يعني باش تبان بنفسجيه كيما الاطار تاع الكاميرات مثلا. وهاي ليكم الشاشه ثاني داروها بالشكل تاع الايفون الاخر، بصح الحواف كبيره وخاصه تحت ثانية، والشاشة هذه ألوانها شهبة بزاف وتضر العين بزاف، ما نقدرش نشوف معها مدة طويلة. وزيدكم حاجة، حتى البيكسلات تاع الشاشة يبانوا كي تقرب عينك ليه، يعني يبانوا كاريات كاريات صغار هذه كي تقرب عينيك. والشاشة هنا الخوا من أسوأ الشاشات اللي شفتها تقريبا،
حتى يعني العين تهلكها بزاف، يعني كي تخدم بالتليفون ما تحسش بعينيك مرتاحين، والحساسيه تاع اللمس حاجه باينه شويه ناقصه، وكي تخدم بالتليفون هذا بسبب الشاشه ما تحسش بالراحه خلاص، خاصه الواحد كموالف تليفونات ملاح شويه، وبكل سهوله تقدر تفرقها ولا تعرف باللي هذا الهاتف راهو كوبي ولا ماهوش اصلي. تلقى الابعاد مش مدروسه، الجوده ناقصه، وقدهن حاجه كيما ذكرنا دوكا. وشوفوا حاجه باك الخوان نعتالكم، شوفوا هنا الفوق في النوتش في الجهه اليمنى كاين كاميرا، ماشي هذه اللي في الوسط، لا لا نحكي على اللي في اليمين. دوكا كيما راكم تشوفوا الخوا راهي كاينه، شوفوا دوكا كي نقفلوه اختفات الخوا الكاميرا. هذه الخوا اللي هنا ماهيش كاميرا، يعني تصويره باك، يعني كي تشعل الشاشه تشعل، والكاميرا تاع السيلفي تاع الصح مديرينها في الوسط، هاي تبان هنا وباشعه صراحه، وحاجه باينه ما يخدمش بنظام الاي او اس اللي كاين في اجهزه ابل، يعني هنا يمشي بنظام الاندرويد، والنسخه اللي فيه قديمه اللي هي النسخه 6 مارشميلو. يعني حبيبنا هذا الخوا مازال في 2015 و2016، والمعلومات هذو ما تظهرش في التليفون، يعني ما تقدرش تكتشفها حتى بربشت فيه. يعني مثلا كي تدخل الاعدادات تلقى حاط لك اي او اس 16 ونكوف وروح وشغل ما كاين والو، واب ستور كاينه بصح ما تمشيش، ومادام اندرويد معناها فيه بلاي ستور، ومخبيينها هنا باش ما تبانش، باش زعما تعرف يبان لك ايفون. وكي تدخل الاعدادات وتروح الباتري هيلث يطلع لك النسبه تاع البطاريه، يعني كشغل الايفون حقيقي. كما انا هنا دخلت مثلا لقيتها 100%، وهذه راه كتيبات برك الخاوة، يعني كما نقولوا حنا كتيبه ماهيش حقيقه. وشوفوا هذه ثاني الخاوة كي تشعل بيانات تاع التليفون تطلع لك الفوق 5G ماشي 4G، شغل قمه الخرطي في التليفون هذا، مش خرطي هذا سما كنت تقول خرطي قليله، هذا قمه الخرطي، الخرطي الهار بزاف القاصح كيما نقول. ومن هذه الخاوة نعرفوا انه واحد مثلا ما يعرفش مليح التليفونات يقدر يتخدع بكل سهوله. وبعد شويه الخاوة راح نعتلكم كيفاش تفرقوا بين الهاتف المقلد والاصلي، يعني الفيديو هذا الخاوة ماناش نحكيو فيه على هذا التليفون لانه ما يهمناش، يعني احنا نحوسوا نديروا فايده من هذا الفيديو اللي من بعد نعرفوها. وحتى المعالج مبدلين في اسمه كاتبين A16 بايونيك تاع الايفون 14 برو ماكس الاصلي، الله يبارك الله يبارك حشمتونا، يعني اللي خدموا هذا نتاع اللي خدمته لا كان تا شي نوي تفهم ولا وصلوا له الهضره، انت ما تحشمش يعني اللي خدمت التليفون هذا، ما تحشمش كاتب ابل A16 بايونيك، يعني ما احشم شوي احشم، فهمت؟ دير ميدياتيك بي 60 جي 35 ابل، مرايا تاع عاشك احشم شوي، مرا جاي احشم شوي. وفي الحقيقه المعالج تاع التليفون هذا كيجي نشوفوه نلقاوه من العصر الحجرين اميه، التليفون هذا مازال في 2014 و2015، المعالج اللي فيه اللي هو الام تي 6735، معالج ضعيف ولا اكثر من ضعيف، فيه 28 نانومتر ويسخن ويبلوكي ويتقال والعيوب كامل فيه. ونزيد نشوكيكم، عطاني في انتوتو بنش مارك تقييم تاع 70000 نقطه، تقييم كارثي صراحه الخوا، يعني تقدر تروح تشري هاتف اصلي من ماركه عالميه بقل من 2 ملايين ويعطيك تقييم اعلى من هذا، يعني كاين تليفونات في 2 ملايين يمدوا تقييم قريب لل 200000 نقطة، وهذا الخوا ب 3600 من 70000 نقطة راهو تقييم كارثي، وما عادش ياكل خلاص في الوقت هذا، يعني كي تشريه ب 3600 راك راح طيش دراهمك هذا مكان، وبالمقابل انك غير باش تبان قدام الناس بلي عندك ايفون، تسمى راك ما درت والو صراحة، يعني خمم فيها مليح. هذه الحكاية كامل باش يقولوا فلان راهو عنده ايفون، وهما كون يجوا يشوفوا رواحهم يلقاو عندهم تليفون خير من تاعك، هذا اللي زعما شايع عليك عندك ايفون بدراهمه، صدقني تقدر تشريها هواتف ما يتقارنوش معاه، اصلا ما نقدروش نقارنوه مع اي حاجه، لانه هذا هاتف بلا هويه ما عنده حتى ماركه، عكس الهواتف الاخرين اللي عندهم ماركات ومعروفين هكاك وساعات يصراو فيهم مشاكل. الباطري هنا ما عملناش بالسعه تاعها بصح تبان ضعيفه، ويشحن بمنفذ لايتنين كيما تاع الايفون الاصلي، بصح اللايتنين اللي هنا مدرح وبطيء بزاف، كي تحرك شويه الكابل يحبس الشحن حتى تعاود ترجعه لبلاصتو. والكاميرا الخوا كيما قلنا قبيل تمشي وحده باك، هاي ليكم الفوقانيه اللي هنا، وهادو اللي في الخلفيه زايدين ماهمش كاميرات اصلا، راهم بلاستيكات برك، والجوده تاع الكاميرا الرئيسيه اللي كاينه وحدها اصلا، يعني عندنا غير كاميرا رئيسيه جودتها ماشي مليحه، حاجه باينه ومضببه بزاف، وتفاصيل صفر، تفاصيل الوان كارثه، كلش كارثه، حتى السيلفي الخوا ما كارثه، ضباب شغل ضباب، خاصة كي تشوفوا بالشاشة تاعو تبان كلي حاجة مرسومة، تسمى وباين الخوا من البداية تاع الفيديو باين بلي كلشي خرطي في هاد التليفون غير الشكل تاعو. وكي تحب تاكتيفي الالترا وايد وتضغط على 0.5 تبقى الصورة كيما راهي، ما تثبتل ما والو، لأنه أصلا فيه كاميرا وحدة وخردة، يعني الشي اللي راكم تشوفوه كامل في النظام تاع التليفون لا أي حاجة راهي كتيبة برك، حاجة ما راهي حقيقية، سواء المواصفات اللي كاتبينهم فيه
اي حاجه يعني كتيبه بالنسبه للبطاريه كلشي راهو خرطي في التليفون خاو، كلشي راهو كتيبه برك. والكاميرات هادو الخاو مساكن مازالوا ما لقاوش خدمه يعني، ربي يفرج عليهم ان شاء الله. حتى الفلاش تاعو الخاو انا جربته قبيل كيشاعل كيطافي كما راكم تشوفوا، كيشاعل كيطافي يعني. المشكل تاعو يزيد يهلك تصاور اكثر وكثر، هما كاريت عادي جاو يزيد يهلك لهم بعدا خلاص. وكاين ناس الخاو حتى يخدعوهم ويشريو ويخلصوا باش يفيقوا باللي كاين انترنت، كاين يوتيوب، كاين ناس تدير في اليوتيوب، وزيد يبيعوا لهم اسعار يعني باينه خاوة باللي تليفون درح مثلا كيما اللي جا قال لي شريت ايفون جالاكسي اس 22 الترا ب 5 ملايين و800 الخاوة باينه باللي احكي فيها اللوش. تما حتى واحد ما يعرفش يقدر يتوسوس الخاوة، يقدر يسقسي، يقدر يحوس، يقدر مثلا يبطل ما يشريش يعني. ماشي الخاوة نصدمو هكاك برك. ونعطي لكم دوكا الخاوة ابسط الطرق باش تكتشفوا انه التليفون كوبي ولا مقلد. وحتى اللي ما يعرفش خلاص للتليفونات يقدر يعرف بالطرق هذو اللي راح نشرح لكم دوكا. اول حاجة هواتف الكوبي كي تشريها جديدة تلقى في التليفون نيلو فيه رموز غريبة هكا ومش مفهومة، ومش مفهوم حتى المعنى اللي خلاهم يحطوهم في هذا التليفون. مثلا كيما هذه اللي قدامكم كي نجيو نشوفوا الرمز هذا اللي في الوسط كون نركزوا شوية نعرفوا باللي هذا الرمز محطوط فوق اللوجو تاع ابل. هاد العفسة الخاوي يديروها باش يخبيو التفاحة المعضودة ولا لوجو تاع ابل ولا اي لوجو مثلا تاع شركة اخرى سامسونج ولا اي شركة اخرى، ويغطيو حتى مثلا كاين كتيبة لتحت، كاين انواع تاع هواتف فيهم كتيبة لتحت يغطيو حتى الكتيبة هذيك. الكتيبة هذيك مثلا جي ديزايند باي ابل ولا ديزايند باي سامسونج ولا الشركة الفلانية مثلا اللي مصممة التليفون، هذيك ثاني تلقاهم مخبيينها. علاه يخبيو اللوجو؟ لانه الخوة التقليد غير قانوني عالميا، هي على بالنا بلي تقليد غير قانوني، قلنا علاه يخبيوه؟ يخبيو اللوجو والكتيبة باش في حالة ما اذا فات الهاتف على سكانر ولا كونترول ما يبانش اللوجو ويفوت التليفون عادي بلا ما يفيقولو. ومن هذه نعرفوا انه الشيء اللي يديروا فيه اللي راهم يخدموا في الهواتف هادو شيء غير قانوني كما نقولوا يعني عالميا، ماشي غير عندنا ولا في بلاد اخرى. ونعرفوا ثاني بلي جميع هاتف نلقاو فيه هذا الرموز تاع الخرطي معناها مقلد يعني واحد ما يجي بلاطك. هاني ننصح فيك من قلبي كي خو يعني هاني مداركم كي خاوتي، ننصح فيكم من قلبي جميع تليفون تلقاو فيه الخروط وهذا كيما راكم تشوفوا هنا الرموز هادو ولا كاين حتى الاف رموز اخرين راهو تليفون كوبي مقلد، ما عندوش ماركه، ما عندوش هويه، ما كانش مش باين شكون اللي خدمه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني بك. وباش نتاكدوا انه التليفون مقلد نروحوا للتليفون نفسه نشعلوه يعني ما نشوفوش في الباط، نشعلوه نروحوا منين تاع الاتصالات نكتبوا نجمه دياز 06 دياز، نجمه دياز 06 دياز يطلع لنا الكود ايمي، نهزوا الكود الايميل الاول ندخلوا في كاش موقع يشيك الايميل مثلا هذا، نكتبوا الايميل هنا. اذا ما طلع لكش الاسم الحقيقي تاع الهاتف ولا اذا ما طلع لك والو اعرف باللي الهاتف مقلد. واذا طلع لك الاسم تاع التليفون الحقيقي ومعلومات حقيقيه عليه وكل شيء عليه تما تعرف بلي الهاتف الاصلي. وكخلاصه الخوا الايفون 14 برو ماكس هذا اللي جبته المقلد ما يصلح لوالو وجميع حاجه فيه الداخل تعتبر عيب. كاين زوج فئات من الناس يقدر يساعدهم هذا التليفون. الفئه الاولى اللي يحتاجوا التصميم تاعو باش يبانوا قدام الناس ولا ينعتوا رواحهم ولا باش يصوروا في المرايه وتحبس هنا. والفئه الاخرى هم الناس اللي حابين يطيشوا دراهمهم خاصه اللي يشريوه فوق 3 ملايين حاب يطيش دراهمه ويدي السيئات هذه سما من الاخر. انا هذا الخوا صدقوني شريته 3 ملايين و600 شريته وانا بدراهمي غير باش ندير لكم هذا الفيديو، ومستعد الخاوة نبيعوا لواحد منكم بـ1,800,000 لانه على بالي الخاوة بلي ما يستاهلش فوق السعر هذا. واللي حاب يشريه ولا محتاج ولا باش يبان نخلي لكم الصفحه تاعي في الانستغرام في الوصف تحت هذا الفيديو. واللي شرى مثلا تليفون كيما هذا وسقساوه برا كشما واحد قال له واش من تليفون عندك ما تقولوش راه عندي ايفون، قولوا عندي شكل الايفون. وتلاقاو الخاوة في الفيديو الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوناش بالجيم الفيديو الخاوة. المهم خواء تهلاو لي فرق.